Let me see your tongue. Say ah. Ah. What is it? It's not good news. I guess that. You got tuberculosis. I'm really sorry for you, son. It's a hell of a thing. What do you mean? You're real sick. It's a progressive disease. You'll be... Well, the best thing is... ومن هذه اللحظة عرفنا أن آرثر سيموت. ورح نلعب اليوم قصة مهمتين لآرثر، بعدها رح يتذكر ماضيه المثير، وهذه المهمتين كانت لها وقع كبير على آرثر. وقبل كل شيء جهزوا قهوتكم وضبطوا مودكم. أخوكم تركي من قناة جيمر بريف، ويلا نبدأ. تبدأ المهمة في مخيم بيفر هالو في تلال أنزنبرغ. يلبي آرثر نداء هير ستاروز لتحصيل الديون التي لم تسدد، وكان هذا العمل بينهما منذ البداية، وآرثر يبدو مرهقا من المرض. ومع ذلك كان ملتزما بأداء عمله مع هير ستاروز، والكل كان يلاحظ أن آرثر ليس على ما يرام. I ain't dead yet. No, of course not. That's what I was saying. The debtor, Strauss. Who owes you money? Well, there's a deserter from Fort Wallace. Head to him first. They're looking for him out on the road near Three Sisters. Man's name is J. John Weathers. J. John Weathers. نعم، أولى قصتنا مع J. John Weathers. J. John Weathers. They call me Snow Goose now. Whatever they call you. You borrowed money off of Leopold Strauss. The bills come due. هنا آرثر يطلب سداد الدين من جي جون ويذرز اللي غير اسمه لسنو جوز، ويبدو تأثره بالهنود الحمر، وهو فعلا متزوج ابنه من بنات قبائل الهنود الحمر ومنشق عن الجيش، ولأن عليه أمر بالقتل من الجيش فهو في حالة هروب، ويطلب من آرثر مساعدته وإصلاح هذه العربة. Here to collect. We're all of us up against it. Look, there's men after me. They're killers. I ain't a deserter, just an objector. It ain't right. If there was another way than running, I need your help. Shut up. وهنا يضطر آرثر لمساعدته وقتل جميع مطارديه. وهذا هو آرثر اللي نعرفه. كل أسف تم تدمير هذه العربة، وهي تحمل جميع مؤونة سنو جوز وزوجته الحامل. وهنا صدمة آرثر، وهنا تذكر آرثر حبيبته ميري لينتون وكيف أنه فرط بفرصة العيش معها، والسبب التزامه بالعصابة. Whenever you call for me, I'll come. Oh, Arthur. What's wrong? وأثناء رحلة ميري لينتون طلبت من آرثر بالهروب معها، ولم يفت الأوان بعد. My life wasn't supposed to. Oh. Is it too late for us, Arthur? I can't lie to you. واعتذر منها آرثر بسبب أنه رجل مطلوب، ويخشى عليها بأن يطالها أذى بسببه. ومع ذلك طلبت منه ميري بالهروب معها ونسيان الماضي وعدم النظر إلى الخلف. واخبرها آرثر برغبته بذلك، ولكن ملتزم بالوفاء مع أفراد العصابة. وعندما يحل جميع مشاكل العصابة ويمتلك المال سيختفي معها. ومن هنا ميري علمت بأن آرثر لن يهرب معها، وسيعيش دائما وفي لعصابة داتش، وكان حلمها الجميل وانتهى هذه اللحظة. I can't go back to.
a story. I'll write you. وهذه آخر جملة لها، سأراسلك. ويعتذر آرثر لسنو جوز وأنه كان عليه إصلاح عربته ومساعدته، ولكن صار اللي صار. هنا آرثر يرفض تحصيل الدين ويبلغه بالهرب بزوجته لمكان آمن، وهذا الشيء لم يفعله آرثر مع ميري. وهذه إجابة آرثر لا يعلم شيء عن الطيبة. Then there's a miner over in Annisburg. He's called Arthur. Like you. Arthur Londonderry. نعم، قصتنا الثانية مع آرثر لندنديري. Couldn't one of the boys do this? I tried. ويبدو آرثر غير مهتم بتنفيذ هذه المهمة، ولكن آرثر وفي. Mr. Morgan. I'm looking for an Arthur Londonderry. I was told he works here. Londonderry. Oh, you want to speak to the foreman. ونبحث عن آرثر في هذا المنجم، وطبعا لازم نتجه إلى مراقب العمال ونسأله هالسؤال. هنا آرثر يتذكر مرضه. You don't sound very well. I'm not. I think I'm dying. Then I hope you find peace. I don't know too much about peace. Apparently not. ويخبره باحترام الموتى، ولكن مراقب العمال يوجه آرثر بالذهاب إلى منزل أرملته. وبكل سخرية. ويرد آرثر بأن يخجل من نفسه، ولكن كان رد مراقب العمال ملجما. أنا لست من أحصل الديون. وكان ذلك الكلام مؤثر جدا على آرثر. وهذه أرملة آرثر لندنديري ومنزلهم في بوتشر غريك. Mrs. Londonderry. Arthur's dead. I know. I'm sorry for it. وهنا يلاحظ بأن آرثر لديه ولد وصار يتيما. You know, I had a son once, years ago. Don't talk about him much. وهنا آرثر يخبر رينز فول عن والده. ونعم، كان اسمه آيساك واسم أمه أليزا، كانت تعمل في حانة. آرثر كان مبتعد عنهم بسبب أنه مطلوب للعدالة مع عصابة داتش، وكان يزورهم كل أشهر مرة واحدة ويتطمن على والده وكذلك على أليزا، وكان متعلقا بوالده. وبكل أسف تم قتلهم من قطاع طرق مقابل $10. It's just we lent Arthur some money, you see, and so it was you. You son of a bitch. What do you want now? You want my boy's shoes? You want the food out of our bellies? What little there is? You want me to lie down for you? No, no. Arthur gave everything. طبعا زوجها عمل ليلا ونهارا وحتى في المنجم، ومن كثر ضغوطات العمل توفى. وهذه الأرملة بعد ما علمت أن آرثر قادم لتحصيل هذا الدين غضبت جدا وأعطته كلام بليغ. هل تريد حذاء ابني؟ أو هل تريد أن تأكل لحومنا أو ما تبقى منها؟ أو هل تريد أن أستلقي لك؟ ولا آخر من هذا الكلام. كذلك هي بانتظار أناس آخرون قادمين لأخذ هذا المنزل، ولكن آرثر كنسل هذا الدين وأعطاه $55. Well, you're a good man. I just wish you'd done it before he worked himself into the grave. But you know, maybe you and your friend that lent him the money could do things differently, like not threaten a man. Excuse me. I'm sorry, ma'am. I really am.
الكلمة الأخيرة أثرت في آرثر كثير جدا، وهي عدم استغلال حاجات الناس واستغلال عوزهم وفقرهم. وهنا آرثر علم بأنه مخطئ جدا بهذا العمل، محصل الديون، مما جعل آرثر يقوم بطرد ستاروس من العصابة. وحتى وإن عمل ذلك متأخرا، فأن تأتي متأخرا خيرا من ألا تأتي. If we could be shamed any more than we already are, that should do. Go! I don't understand you. What are you doing? Go and get a job! ستاروس قاتل من نوع آخر، ربما لا يقتل بالأسلحة، ولكن يقتل الناس بسرقة أحلامهم. وإلى هنا ينتهي الفيديو. أتمنى كانت القصة معبرة لنا جميعا ومضينا وقت جميل مع بعض. وبإذن الله تعالى كما أخبرتكم سابقا، هي سلسلة وراح نستمر معها بدعمكم. لا تنسوني من اللايك والاشتراك في قناتي لكل جديد، وأشوفكم على خير. في أمان الله.